مرحبا بكم في ملخص نشاطات جلالة الملك عبد الله الثاني للأسبوع الماضي، والذي تضمن استقبال عدد من ممثلي القطاعات الشبابية، استقبال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، استقبال وفد المجموعة الاستشارية الدولية لبرنامج الطاقة النووي، لقاء مع محطة بي بي سي تبعته مقالة لجلالته في صحيفة الاندبندنت البريطانية، زيارة عمل شملت المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا الشمالية. إليكم التفاصيل. نبدأ من قصر الحسينية، حيث التقى جلالة الملك بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله عدداً من الشباب الأردني من مختلف محافظات المملكة، من الناشطين وأصحاب المبادرات الريادية التي اتسمت بالعمل الخلاق وتحدي مختلف الصعوبات والمعيقات في سبيل تنمية الوطن والمجتمعات المحلية، حيث ناقش معهم عدداً من القضايا والمحاور التي تشغل الشباب، ومنها التطرف والإرهاب، البطالة وفرص العمل، دعم المشاريع الريادية، وتحفيز العمل والمشاركة السياسية. مع كل التحديات اللي أمام بلدنا وشعبنا ب 2016، أعتقد باستمرار بيرفع معنويتي الجيل الجديد ودوركم بالنسبة للمجتمع، وأنتوا تقدر تلعبوا دور مهم جدا بالنسبة للتحديات اللي أمام شعبنا و سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. وخلال استقبال وفد من المجموعة الاستشارية الدولية لبرنامج الطاقة النووي، ضم نخبة من أهم خبراء الطاقة في العالم، أكد جلالته أهمية برنامج الطاقة النووي الأردني لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير احتياجات المملكة من الطاقة. على صعيد آخر، وضمن جهود المملكة لحشد الدعم الدولي لحل أزمة اللجوء السوري وتبعاتها، انطلق العمل من عمان التي استقبل فيها جلالة الملك وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند للتأكيد على أهمية مؤتمر المانحين في لندن لمساعدة الأردن والدول المستضيفة للتعامل مع تبعات أزمة اللجوء السوري. وفي عمان أيضاً أجرى جلالة الملك مقابلة مع الصحفية ليس دوسيت من شبكة بي بي سي، قال فيها: How can Jordan sustain itself and continue? And the importance of Jordan as being a country of stability for the whole region and also a contributor to stability beyond the borders of Jordan. The international community always asks us to do more than the size of our country. We are part of a coalition against extremism, not only in Syria and Iraq, but throughout the world. Whenever the international community has asked for Jordan to fight the good fight alongside of our colleagues all over the international community, we've never said no. وتشديداً على أهمية العمل الدولي لإنهاء الأزمة والتخفيف عن كاهل المملكة والدول المستضيفة، نشر جلالته مقالة في صحيفة الاندبندنت البريطانية تحدث فيها عن الضغط المستمر على اللاجئين والمجتمعات والبلدان التي تستضيفهم وكلفة استضافة اللاجئين على موازنة الدولة الأردنية. أما في لندن التي استمر فيها العمل على الملف ذاته، فقد التقى جلالته على هامش مؤتمر المانحين الذي انعقد تحت شعار دعم سوريا والمنطقة عدداً من الزعماء العالميين وكبار الشخصيات الدولية من ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى جلالته كلمة قال فيها: I represent the people of Jordan. Their well-being and safety are my first priority. Our country will continue to do what we can do to help those in need, but it cannot be at the expense of our own people's welfare. وفي ختام زيارة العمل الملكية، زار جلالة الملك عاصمة إيرلندا دبلن، حيث عقد مباحثات مع رئيس جمهورية إيرلندا مايكل هيغنز، تناولت مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وعلاقات التعاون بين البلدين. وأعرب جلالة الملك خلال المباحثات التي عقدت في القصر الرئاسي بحضور السيدة الأولى في إيرلندا عن أمله في أن تسهم زيارة العمل التي يقوم بها إلى دبلن في تمكين العلاقات الثنائية وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين في شتى الميادين. وفي لقاء ثنائي تبعه آخر موسع في مقر الحكومة في دبلن، بحث جلالة الملك مع رئيس الوزراء الإيرلندي إندا كيني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وسبل التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها وجهود التصدي لخطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة.